أهلا وسهلا لكل المتابعين والمشاهدين ولكل الداعمين للقناة. نصل إلى عتبة 20,000 مشترك، بقي الخير وقدام كما يقال. شكرا لكل من ساندنا للوصول إلى هذه العتبة، ونعدكم أننا سنستمر في هذا الخط التحريري. هناك شخصيات في تاريخ المغرب المعاصر وبعد الاستقلال لعبت أدوارا خطيرة ومؤثرة، لم تسأل لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الإنساني لأفعالها ولجرائمها، وكانت خارجة عن مدارات القانون وعن مدارات الدستور، وفي نهاية المطاف تم منحها امتيازات الريع الوظيفي والسياسي، بل وريعا بلا حدود، مكافأة عن أعمالها وسطوتها وجبروتها باعتبارها الأداة المنفذة في خرق القوانين وخارج كل الأنظمة الدولية والقوانين الدولية بل والقيم الإنسانية. شخصية اليوم، شخصية استثنائية، شخصية يجب منحها الكثير من الدراسات عن القبطان قدور محمد الدليمي، أو اختصارا محمد الدليمي، قبطان من أزمنة الحماية تم تعيينه لمهمة خاصة، أن يقوم بتسيير معتقل تزمنمارت بين ميدلت والرشيدية بقبضة من حديد ودون رحمة ودون إحساس بالعار من جراء سلسلة التعذيب التي نهجها. من يكون هذا القبطان المتقاعد؟ وكيف تم تعيينه؟ وما علاقته بالجنرال أحمد الدليمي؟ وما علاقته كذلك بالجنرال حفيظ العلوي؟ ولماذا تم اختياره لهذه المهمة الجهنمية في معتقل العار والهوان، معتقل تزمنمارت؟ تابعوا معنا هذه المشاهد من تاريخ منسي ومطموس لرجل أقل ما يقال عنه، كما وصفته الأدبيات السياسية المغربية أنه رجل خارج عن مدارات الإنسانية وعن رجل سلطة في ثوب شيطاني، كما تناولته يعني الكثير من الكتابات خلال هذه الفترة. خرج دون عقاب ودون مساءلة، كأن شيئا لم يقع. تبتدئ القصة من اشتغال الحسن الدليمي والد الجنرال أحمد الدليمي، من اشتغاله كضابط يعني مغربي وحيد في فرع مصلحة التوثيق والاستخبارات بالرباط، وهل هو الذي ساعد محمد أفقير بين سنة 1948 و1949 في مصلحة التوثيق الخارجي الفرنسية، وكانت رتبته أنذاك عاملا في هذه المصلحة. ومن هنا بدأ أفقير يتم ترقيته إلى أن تم تعيينه كعقيد سنة 1960، ثم مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لمحمد الغزاوي الذي أقيل من منصبه ونقل إلى مكتب الشريف للفوسفات. بالموازاة أصبح أفقير مديرا للأمن الوطني ورئيسا لمصلحة الكاب واحد يعني المخابرات المغربية سابقا، وتم تعيين أحمد الدليمي مساعدا له، وكان لهذا التعيين سيكون له أثر فيما بعد. أصبح العديد من عائلة
أحمد الدليمي والحسن الدليمي والبقية يشتغلون في الكاب واحد سواء كمسؤولين أو كمخبرين أو في الدرك الملكي أو في الجيش المغربي أو في أجهزة الأمن. وامتلك الإبن والأب في منطقة الغرب ثروة هائلة تقدر بالملايين ونفوذا يعني سلطويا كبيرا في مدينة سيدي قاسم التي ينحدر منها أحمد الدليمي. وهنا ستظهر شخصية قدور محمد الدليمي المعروف اختصارا بمحمد الدليمي، والذي كان جنديا في الجيش الفرنسي في عهد الحماية وشارك في الحرب العالمية الثانية واعتقل في مخيمات الاعتقال النازية وذاق مرارة العذابات الشديدة، كما عاد وشارك في الحرب الصينية ما بين 1951 و1953، وبعد عودته أصبح قبطانا في الجيش المغربي، ووجد يعني من عائلته من يساعده في هذه الفترة للترقي يعني حسب علاقة الحسن الدليمي والابن أحمد الدليمي الذي أصبح له حضور وازن في سياقات الأحداث السياسية وداخل السلطة وداخل دائرة المخزن. محمد الدليمي ما بين 1951 و1973 اشتغل في العديد من المناطق المغربية وتمت ترقيته، وأصبح حسب شهادة محمد الرئيس يملك منزلا في سيدي قاسم وفيلا جميلة في مكناس وسكن عسكري بالريش على بعد 17 كيلومتر من معتقل تزمن مارت، وسكن بالقرب كذلك من معتقل تزمن مارت، وهو متزوج من امرأتين ولا ينتهي من معاقرة وشرب الخمرة، ويضيف أنه رجل بلا إحساس. يضيف يعني محمد الرئيس أنه رجل بلا إحساس، لا يرحم، غليظ القلب، قل إنه الشيطان بعينه. لم تنتهي الحكاية هنا، فقط وهنا فصل البداية لنمر كيف تسلم قدور محمد الدليمي دواليب تسيير معتقل تزمن مارت وأصبح المدير والمتحكم في كل شيء دون رقيب ودون حسيب، فقط لا يسمع إلا أصوات الآهات والعذابات المنبعثة من تخوم الصحراء. بعد انقلاب صخيرة سنة 1971 وانقلاب بوينغ سنة 1972 ومحاكمة العناصر المتورطة وإعدام أقران ورفاقه، تفتقت عبقرية الجنرال حفيد العلوي في إنزال أشد العقوبات على الإنقلابيين بنوع من القسوة والإدلال. وهكذا جاءت يعني فكرته بإيجاد معتقل سري خارج مدارات القنيطرة رباط الدار البيضاء، وأن يكون هذا المعتقل في منطقة نائية في الصحراء بعيدة. وهكذا تم اختيار المكان بين مدلت والراشدية في منطقة قاحلة وغير مأهولة، وتم عرض مجموعة من الشخصيات لإدارة هذا الموقع بين كل من حفيد العلوي والملك الحسن الثاني والجنرال الدليمي. بعد انقلاب 1972 مستغلين سخط الملك الحسن الثاني على من انقلبوا عليه، وعرض الجنرال الدليمي أن يسير القبطان المتقاعد قدور محمد الدليمي إدارة تزمن مارت ويكون مديرا للموقع بحكم خبرته الطويلة وشخصيته المازوشية التي تمتهن فن تعذيب الآخرين والتلدد بتلك العذابات، كما يعني أبرزها جل من زاروا معتقل تزمن مارت. كان شعاره يعني محمد الدليمي مدير المعتقل، شعاره الخالد والذي كان يوجهه إلى حراسه في المعتقل، خليوهم أي معتقلين ليل نهار
في الكاشو حتى يجينا الأمر بالصراحة. ممنوع الحديث معهم، ما بقى عندهم حق لا في السيفيل ولا في الميليتير، ما تيقوهمش ما تيقوش فيهم، راهم خونة. بهذه التعاليم الصارمة سيارة محمد دليمي المعتقل ما بين غشت 1973 إلى شتنبر 1991 بشتى أنواع المهانات والإدلال والعذاب الجهنمي لكل من شارك في العمليتين الانقلابيتين 71 و72 ومعتقلي الرأي العام، وكان يرفض الامتثال لتنفيذ أي أمر لأنه لا يتلقى الأوامر سوى من شخصيتين نافذتين وهما حفيظ العلوي والجنرال دليمي. وبعد مقتل دليمي سنة 1983 أصبح الجنرال حفيظ العلوي هو الذي تؤول إليه قرارات المعتقل حتى وفاته سنة 1989. بعدها بدأت تنتشر في وسائل الإعلام عن خبر وجود معتقل سري، وبعد فضحه في يعني في الصحافة الدولية وتعالي الأصوات تم إطلاق يعني المعتقلين 58 معتقل، بقي منهم 29 معتقل ودفن الباقي في ساحة المعتقل. بعد 91 لم يحاكم يعني مدير السجن محمد دليمي الذي تمت مكافأته على أعماله المخزية والمدلة كما في الأدبيات ديال سنوات الرصاص. ومن صدف التاريخ، أكرر هذه العبارة، من صدف التاريخ أن ثلاثة من المعتقلين من معتقل تزمان مارس ظلوا يجالسونه في مقهى بمكناس دون أن يتمكن من معرفتهم. يعني شخصية مهمة تستحق تسليط مزيد من الأضواء عليها نظرا لأنه نفذ مخططا جهنميا من طرف أحد أفراد عائلته الجنرال أحمد دليمي ومن طرف كذلك الجنرال حفيظ العلوي، وتم الزج ب 58 معتقل بعدما كانت قد أدانتهم المحكمة بأحكام مختلفة. إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا، كل المنى والشكر لدعمكم واقتراحاتكم وكذلك لتفاعلكم الإيجابي، وإلى لقاءة متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم عبد الله، وإلى لقاء آخر بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.